السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر العربي من سوريا محسن رجب. موضوع حلقتنا لهذا اليوم الإبداع والغربة. قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية. أهلا بكم. انطلقت الخميس أعمال الدورة الجديدة من معرض بغداد الدولي للكتاب. نسخة هذا العام تحمل شعار نقرأ لنرتقي، مستضيفة كتابا عربا وأجانب وأكثر من 600 دار نشر، ومتضمنة عديد النشاطات الثقافية المنوعة، فيما تحل دولة الكويت ضيف شرف للمعرض هذا العام. وتستمر في المحرق فعاليات الدورة 18 من معرض البحرين الدولي للكتاب بمشاركة 400 دار نشر ومؤسسة ثقافية قادمة من 26 دولة. برنامج المعرض يشمل عروضاً موسيقية وأمسيات شعرية وندوات ومحاضرات فكرية، كما تحل السعودية ضيف شرف لهذه النسخة. أما في مصر فتنطلق غداً السبت الدورة 14 من معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، وسيشهد هذا العام مشاركة عدد كبير من دور النشر العربية والأجنبية، كما سينظم ما يزيد على 100 حفل فني ولقاء ثقافي وسلسلة من ورش العمل النظرية والعملية للفنانين المحترفين والهواة. نبقى في مصر حيث تنطلق الأحد فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. المهرجان سيحظى بمشاركة واسعة من 45 دولة من أنحاء العالم، كما ستنظم 14 ورشة في مختلف فنون وعناصر العرض المسرحي، بالإضافة إلى تكريم عديد الأسماء المسرحية العربية. في تونس تختتم غدا السبت أعمال الدورة الأولى من أيام قرطاج الشعرية، والتي أقيمت في مدينة الثقافة والتي افتتحت مؤخراً. وعلى مدى 10 أيام شارك في ندوات الأيام وموائدها المستديرة شعراء من 13 دولة عربية وخمس أجنبية، يمثلون أنماطاً واتجاهات شعرية مختلفة. إلى الكويت، حيث تنتهي غداً السبت مهلة الترشح لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية بدورتها الثالثة، وتقبل الجائزة المجاميع القصصية المطبوعة ورقياً خلال عام 2017 وحتى 31 من شهر آذار 2018، وستعلن القائمة الطويلة التي تتضمن 10 مجاميع قصصية بتاريخ الأول من تشرين الأول المقبل. بينما ينتهي بعد غد الأحد الأول من نيسان الترشح لجائزة الملك فيصل العالمية بفئاتها الخمس: خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم، كما ينتهي الترشح للدورة 12 لسوق عكاظ، والتي تضم 15 جائزة تغطي مساحة واسعة من الإبداع في الآداب والفنون والعلوم. أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر العربي من سوريا محسن رجب. موضوع حلقتنا لهذا اليوم الإبداع والغربة. مرحبا بك أستاذ محسن، ضيفا على فضاءات. حياكم الله وبارك بكم وأشكركم كل الشكر لهذه الاستضافة الكريمة، وأنتم أشقاء وإخوة، الجرح واحد والألم واحد والأمل واحد بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. حياك الله. حياك الله. فلنبدأ بالشعر، ما رأيك؟ حياكم الله، تفضل. إذا نسمع قصيدة إن شاء الله تعالى. قصيدة أنا العربي، حاولت فيها أني أجمع كافة الدول العربية في قصيدة واحدة، على أمل إن شاء الله تعالى الاتحاد والوحدة والقوة والعز والكرامة اللي كانت إنا وستبقى، وهي موجودة وإن عثر الزمان فيها قليلا يعني. دمشقي وفي بغداد داري، وما الأردن إلا وحي غاري، فبابل لم تزل في العهد رمحا، إلى عمان ترسل طيف ساري، هم الأجواد من أصل تسامى، كضوء الشمس يسطع في جواري، ومصر النيل نبض القلب تبقى، وأهراماتها بيت الصواري،
تفيض الوعد من أمل تجلى كمسك الطيب إن نفحت حواري ومكة هديها ظل ضليل إليها المشتهى شوق استعار رسول الله فيها نور فجر كوجه البدر في ليل النضار وفي عدن يراودني حنين بجذر الأصل أغفو في دثاري أما الخرطوم در من جبال وطيف سنائها بالأفق جاري طلوع الشمس كللها نعيما تضيء الصبح من شدو الهزار أحن إلى الجزائر في خشوع فتلك الأرض آفاق خضرار على وجناتها جرح دفين شهيد المجد يولد من جمار وفي بيروت ثلج من صفاء وطير الحب يصدح والكنار تفوح العطر من واد جميل وسحر الشرق فيها من غضار وتجرحني. وتجرحني بصمت الدمع دار بقدس شابها ظلم الحصار ونحن على بيان من شجوب فما نفع الطبول بغير ثاري أنا العربي أرض العرب بيتي وداري لم تزل بالقدس دار وكل مدائن الوطن البواقي هي النجمات في أفق اعتباري غصون من ربيع فاض أنسا لقلبي في الهوى درب ازدهار أنا العربي جدي سيف عز فذا عدنان دربي وانتصاري ولن أرضى بما فرضت علينا سموم الحقد من ذاك الشنار فما نحن سوى وطن عظيم يحب الموت لا يخشى الضوار. جميل أنا العربي يعني تطواف حالم جميل بين المدن العربية هذا حلم كل عربي لا في شك أن يتجول بين المدن العربية دون أن يصطدم بحاجز الجوازات والختم والمنع والفيزا وإلى آخره هو ما زال حلما هل يمكن لهذا الحلم أن يكون واقعا؟ نعم أنا أنظر إلى الأشياء بنظرة تفاؤلية لا يمكن أنا بحلم دائما وقد يكون غد وقد يكون بعد 10 سنوات لكن هذا الحلم سيأتي يوما ويعود الوطن العربي كما كان وحدة قوية متماسكة أرض وشعب وقيادة ومنهج وسلوك ويعود له هذاك تلك العز والكرامة التي كان فيما سبق لا أسمع ذلك مطلقا ما الذي يمنع هذا الحلم من أن يحقق هناك لغة واحدة وتاريخ واحد ومصير مشترك قلوب يعني أي عربي تتحدث معه يقول أتمنى أن تزول هذه الحواجز لا فرق بين مشرقي ومغربي الكل يقول يتمنى هذه الأمنية ما الذي يمنع ربما أثار الاستعمار الأوروبي اللي دخل على الوطن العربي وفرق بيناتنا وأعطنا المسميات هاي الكثيرة يعني هي السبب الرئيسي وخليني أقدر يعني بقدر أقول وأتباع هذا الاستعمار الذي لم تزل فينا أنا حقيقة لا أحب المسميات لا أشخص شخصي بذاته لكن يعني كنظرة عامة هذا السبب الرئيسي اللي أنا أتصوره إضافة لتدخل بشؤوننا الداخلية نتيجة ضعف العام الموجود عندنا من الوطن العربي يعني لو اجتمعوا على رأي واحد وعلى إيد واحدة وعلى قلب واحد وكانوا من صفاء النية يعني ما يمكن أنه يعود فينا إلى أصالتنا إلى عروبتنا إلى إسلامنا إلى ديننا يعني هاي الصورة بمجمل وضحها بشكل نعم
معروف ويقال أن الإبداع دائما يولد من الـ من الـ من المعاناة. نعم. من الألم، من الحزن. نعم. من الفراق، من الوجد. أنت من درعا. نعم. المدينة السورية التي عانت ما عانت وتلقت من الظلم الكثير. نعم. من النظام المعروف الآن، نظام بشار الأسد والأجهزة الإجرامية. طيب. على مدى الثورة. نعم. تاريخ دامي حقيقة، وأنت من هذه المدينة. نعم. كيف تعاملت مع جراح وآلام هذه المدينة وأنت الآن يعني تفارقها وتعيش في 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 الغربة بعيدا عنها؟ نعم. لدرعا حقيقة يعجز اللسان عن الوصف، عن الشوق، عن الهيام، عن الألم. نحن لقينا، فررنا، تعبنا، اجتهدنا، حاولنا قصارى جهدنا أنه إحنا نظل بالبلد، لكن الدمار والعذاب والتعذيب والقتل والتشريد يعني بدك أنت فر من قدر الله إلى قدر الله. فكان رغم أنه مرارة الهجر وصعوبته علينا، لكن ما كان منه بد إطلاقا. نعم. فقصدنا هذا البلد الطيب. الذي يعني ممكن أن أقول أنه عوضنا ولو بشيء مقبول عمليا. نعم. عن الأهل وعن الجار وعن الأخ وعن الدار. كتبت في درعا قصيدي قلت فيها نسمع. نعم. نعم. قلت فيها: درعا الحبيبة، درعا الحبيبة ما قد خط في الكتب، وجه على جبهات المجد لم يغب، سهل على سفح تل شاهق وربا، تسقي الأنام السلاف الحب والعنب، إن جد دوحتها تخضل تربتها حمراء ألا ليس من بخل ولا سغب، لكنها البكر ما زالت يعتقها ذكر شريف إلى آثاره انتسب، فياضة كرما فياضة كرما بالقطر إن لمعت تلك الرعود ببرق الخير والسحب، أما سنابل في أرجاء رقعتها تاج على شامخات الرأس والنصب، ما أن يمد طلوع الشمس أذرعه حتى تدلي لها عقدا من الذهب، بعفة البكر بعفة البكر ما ظنت ببسمتها في وجه عاشقها من لجة الغضب، كم من صروف بها مرت وداجية عادت خماصا وسيف الغدر لم تهب، والأهل جود وبيت العز مربعهم لا خب فيهم لا خب فيهم، وإن أثقلت بالطلب تلك الليالي بنور البدر ترصبهم، سيف من النار كانوا جمر ملتهب، غصن تفتح من أشجار غابتها مثل النجيل على درب الندى القشب، لا ليس يؤلمه تلك التي غدرت في الساح إن قرعت صناجة اللجب، هم الأبات وما زالت تعاهدهم أخت لهم بوفاء العهد لم تنب، إني لا أذكرها بالقلب أحفظها فوارة الخير مثل النار في الحطب، من مسجد عمري الأصل منتجب فاحت مآذنها لله فاقترب، هدي على شرفات الطهر ينشره شيخ جليل بضوء العتم والوصب، هذه يا بلدي يا سعد من لمست أطيافه نفحة من روضها الخصب. جميل. هذه هي درعا. بدي أن أسألك عن درعا، يعني أنت ولدت في درعا وعشت كل هذه الفترة في درعا إلى أن غادرت. نعم. سوريا بعد هذه الأحداث. بدي أن قبل الثورة، قبل هذه الأحداث، كيف كان الحراك الثقافي في درعا؟
احنا شعب بسوريا كما الاخوه في العراق شعب مثقف ويهتم بالثقافه بشكل رائع جدا. وعاده كنا احنا كل خميس في مراكز ثقافيه بدرعا وبدمشق، فدائما ما كنا انا وشقيقي الاستاذ الباحث احمد رجب كنا دائما نتواصل، ولشقيقي كان في له مشاركات عمليه، واني والله يعني كنت شاركت بعض المراكز ونشروا لي في جريده تشرين بعض القصائد، كانت حركه رائعه جدا حقيقه. نعم، يعني انت كنت تتنقل بين درعا وبين دمشق. تمام، عمليا تابع اني لدرعا تابع اداريا. نعم. لكن دمشق كمسافه اقرب الي. انا بلدي اسمه غباغب. غباغب جاي بالوسط اقرب لدمشق من درعا. هذه قريه ام ناحيه ام قضاء؟ يعني تركناها ناحيه عمليا. ناحيه غباغب. نعم. من اين جاء هذا الاسم؟ في هناك اقوال بهذا الموضوع، وهو من الغبغب. نعم. او من غب الورد. نعم. كانت عمليا سابقا كان يمر فيها قناة، وكانت يعني جنة. وأذكرها الأشجار الوارفي على مختلف أنواعها. نعم. كانت تشتهر بالتين بالزيتون، بلد زراعي. نعم. المواسم الطابع الإنساني التشاركي الفطري البريء، الحصاد القمح. لكن للأسف يعني الأيام تبدلت والأحوال تغيرت. نعم. منذ أن زرعوا لنا مستوطني على ضفة البلد ذهب الماء. نعم. وذهب الشجر. ذهب كل شيء. يعني كان هناك نهر يمر بهذه المدينة؟ هي قناة. نعم. قناة تتسع وتضيق ما بين. نعم. المترين والمتر. أما كانت دائمة الجريان. تنبع من أرض فلسطين؟ لا. نعم. تنبع من ريف دمشق. ريف دمشق. نعم. يعني أتصور أنه هي من ثلوج لبنان. نعم. على الزبداني، على نهر بردة، على الأعوج. يعني ليست من جبل الشيخ بشكل مباشر طبعا. لا. نعم. نعم. بس بالنتيجة تتصل. نعم. من حيث الثلوج يعني تأتي من مرتفعات الزبداني جميل. نعم. 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 في يعني من بردة أو من نهر بردة بسموه. نعم. نهر الأعوج، عفوا نهر الأعوج. نعم. تتفرع منه هاي القناة، وكانت دائمة الجريان تصل إلى ما بعد جباب ولتحت والمناطق ذيك البعيدة. كانت حضرتك أستاذ محمد بعرف الماء هو الحياة. نعم. فكان هذا الحياة. اجوا عملوا لنا مستوطني احنا على ضفة البلد، مساكن عسكرية بسموها. نعم. افسدت كل شيء. اول جريمة قتل. يعني مستوطنة تقصد الجيش النظام السوري قصدك؟ ايه. ايه. انت لما انا تقول مستوطنة انا راح ذهني على مستوطنة الكيان الصهيوني، لذلك قلت لا 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 ابدا. المقصود انه اذا ثكنة عسكرية انشأوه على استاذ محمد على المصب الاول للنهر. نعم. هي عبارة عن أبني. نعم. مساكن عسكرية. نعم. هاي المساكن على محاذاة القناة. أنا للأسف يعني لسبب ما انقطعت. يعني طمرت هذه القناة ولا؟ بالضبط. اشتغلوا. نعم. عليها وبنوا عليها. فهاي القناة هي كانت شريان. نعم. تبع البلد والبلاد اللي بعديتنا. نعم. أنت قلت القصائد الأولى أو بدايات نشرت في جريدة تشرين. نعم. السورية. نعم. ما طبيعة القصائد التي نشرت لك؟ يعني كانت تحمل أحلام الشباب والحب. نعم. قديم هذا الكلام. نعم. نعم. ما زلت تحتفظ بال؟ والله للأسف يعني راح الجمل بما حمل. نعم. البلد. كيف كان الحراك الثقافي أو النشاط الثقافي في دمشق قبل هذه الأحداث، قبل هذه الثورة؟ النشاط يعني وكأنه خلية نحل حقيقة. نعم. لا أنكر أبدا. وإن يعني اعترى المسائل الأمنية والمراقبة الأمنية وهذا أمر طبيعي يعني إحنا بالعكس. نعم. دائما بشكل دائم مراكز ثقافية في جوبر، في الميسات، في المزي. نعم. فاعلية بمستويات وبمواضيع. هذه أحياء دمشق. نعم. 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 كل أحياء دمشق. يعني كانت هناك فيها مراكز ثقافية في هذه الأحياء؟ في أكثر من 10 مراكز ثقافية موجودة وإلها برنامج ثقافي شهري. نعم. فكانت دائما كان في تواصل دائما
بمنطقة جوبر مثلا، في منطقة الميسات، في منطقة المزي، في منطقة ابن الدين، هاي كلها مراكز ثقافية موجودة وفاعلة بشكل ممتاز ونشاطها دائما متواصل الأمان. مآذن الشام لطالما تغزل بها شعراء سوريا، شعراء الشام لطالما يعني دعبت أحلامهم ومشاعرهم وحالة الطهر والنور والصفاء والأمل. كثير من الشعراء ومنهم نزار قباني كتب وخاطب المآذن. ماذا مآذن الشام كتبت لمآذن الشام؟ إلها وقع آخر، أثر آخر. أنا كنت عندما أزور الجامع الأموي وأدور في صحنه وأدور في محيطه وأرى المآذن، شيء جميل، شيء تاريخ، شيء عبق الطهر. كتبت طبعا هي القصيدة بعد إحنا ما طلعنا وتركناها، فيها شيء من الشجن، من الألم، من الأسف على هاي المآذن، مع ترسيخ إنه هاي المآذن راح تبقى وستعود بإذن الله تعالى. بإذن الله. نعم. قلت فيها: مآذن الشام لم تخلع عباءتها، الفجر فيها كطوق الورد ينسدل، والمسجد الأموي الله يحفظه في ظله نسمات الكون تتصل، عند الشروق يقوم الهال منتشيا مستبشرا بغصون الفل تختضل، وسوق أروقة في فيئها هدلت حمامة الدوح في ترديدها الأمل، والياسمين على الجدران عابقة ألطافه بلهيب الوجد تشتعل، هذه مآذننا لا ريب عائدة، لا رجس فيها ولا عزة ولا هبل. فالحقيقة أن المآذن يعني ما السر في ما علاقة يعني أغلب شعراء الشام خاطبوا المآذن؟ يعني كثير من الشعراء العرب طبعا يكتب الحنين للوطن، يكتب المعاناة، الألم الذي يعتصره وهو يفارق الوطن، لكن قلما تجد المآذن في قصائد الشعراء الآخرين. موجود في بعض، لكن شعراء الشام بالذات تجد المآذن حاضرة دائما في قصائدهم عندما يكتبون عن الشام وعن دمشق بالذات. أسمع هذا الجواب لكن بعد الفاصل، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر العربي من سوريا محسن الرجب. موضوع حلقتنا لهذا اليوم الإبداع والغربة. أعود إليك سيد محسن، كنت سألتك قبل الفاصل عن سر تعلق شعراء الشام بالمآذن، مآذن الشام. دائما تجد المآذن حاضرة في قصائدهم عندما يخاطبون دمشق، يخاطبون الشام، حاضرة هذه الزوايا الجميلة في المدينة. أنا أتصور أنه السبب الرئيسي لهالمسألة هاي هو وجود المسجد الأموي وعراقته وقدمه. وحضرتك بتعرف أستاذ محمد أنه دمشق كانت عاصمة للدولة الإسلامية، وإلها باع طويل بنشر الإسلام أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وأيام سيدنا معاوية كمان. فهذا الطابع الأساسي، والطابع العام لدمشق طابع إسلامي بحت، الإسلام المعتدل. إحنا ما عندنا تشدد إطلاقاً في سوريا أبداً، في اعتدال وفي عندنا وسطية بتناول كل قضايا الإسلامية، الحنين والشوق والحمام الذي يكتنف المسجد الأموي وجماليته وأصله، يعني هذا كله مدعاة للشعراء بتغني بهذه المسألة. أتصور هاي المسألة هذا سبب مؤلم أنه هذه دمشق الجميلة، المآذن، الحمام، الياسمين، المدينة، مدينة العطر، مدينة الحضارة، مدينة الذوق، الجوامع القديمة اللي كانت مدارس. أنتم بتعرف أستاذ محمد أنه بالأصل المدارس أيام زمان كانت ضمن المسجد، تنطلق علماء
كبار تمام الأموي ولا يحضرني أسماء. كانت دولة تقاد كانت دولة تقاد من المساجد المساجد صدق محمد. كانت دولة تقاد يعني هذا سبب رئيسي لأنه يعني مؤلم أنه هذا دمشق المرأة الجميلة القشيبة أنه هكذا يفعل بها ويمزق أثوابها وجمالها وأهدابها الأشرار. يؤلمنا جدا أنه يعني دائما عندما تحضر دمشق يحضر الياسمين وعطر الياسمين الآن يحضر أمامك الدمار والخراب وللأسف للأسف دائما بردا يمر عبر الوجدان عندما تمر دمشق في الذاكرة. يعني مؤلم الوضع الآن. الغوطة كما تعلم وهي ريف دمشق. هذا ريف دمشق مل يعني أجمل يعني وصفت بكتب. من لم يمر بريف دمشق والغوطة يعني خسر الكثير من عمره. كأنما ما مر بدمشق أصلا يعني. مع الأسف يعني الغوطة يعني إلها وقع آخر بجماليتها. أنا زرتها وكثيرا برد المتشعب برد بروافده بقنواته بالأشجار العالية حور وصرو كانت جنة وصفتها أني على كتبت كتبت فيها على هامش اللي صار فيها بالفترة الأخرانية للأسف يعني ما كنا نتمنى للغوطة نسمع إذن قلت فيها هجر الحمام مراتع الأشجار وتمزق العش الجميل الحالي بردا ترنح من شواظ قذيفة فتصدعت أطياره فشجاني وتطيرت بفراخها عصفورة لم تدر أين الأمن والإيمان يا غوطة هل لي إليك بخفقة علي أكفكف جرحك القاني ماذا أقول ودمعتي فوارة مثل اللهيب تجول في أجفاني نار على نار أتبك بلهبة فأتت على النار جوى الرمان ورمت ظلالك في قباحة لعنة يا بؤس قلبي من شقاء زماني أما الزهور فقد هوت ألوانها ومضت تفتش عن ربيع ثاني والأهل شتتهم بكيد رعونة ذاك الغريب بخسة نكران. للأسف ماذا نقول يعني للأسف نسأل الله أن يعين دمشق وإن العمة كلها وتعود آمين يا رب آمنة وترفل بالطمأنينة والسلام إن شاء الله تعالى. بدي أن أتحدث في قضية فنية في الشعر. أنت لم تدرس العروض والقافية دراسة أكاديمية. كيف كانت البدايات؟ كيف استطعت أن تلم بعلم العروض؟ الموهبة المادة الخام طبعا تولد مع الإنسان جميل لكن تحتاج إلى عملية صقل وعملية تجديب وتهذيب. عملية دراسة يعني كيف تعلمت العروض؟ نعود إلى أوائل الشعر وأوائل يعني معرفتنا بالشعر. إحنا بيت بالنسبة إنا حفوا الأدب والشعر منذ الطفولة من الصغر. كان خالي رحمه الله تعالى محمد خير الله القاعد من أشعر شعراء المنطقة وإن لم يلافوا الحظ في النشر يعني ما له حظ بالمسألة هاي ما نشر وتوفى رحمه لم يصدر ديوانا يعني لم يصدر له دواوين موجود عند دواوين لكن لظروف معينة كان يكتب القصيدة العمودية؟ نعم أشعر شعراء أنا بثقة أقول لك من أشعر شعراء المنطقة العربية في هذا العصر هو هذا الرجل من أبناء درعا هو؟ نعم من خالي إضافة لشقيق الأستاذ أحمد الرجب كان مثقف عالي جدا وكان يحتوي على مكتبي كبيري بحمد الله كم منوع فكان خالي أيام صغر يجي لعندينا ويلقى على أسماعنا أشعاره فلفت انتباهنا أنه هذا الشعر شيء جميل حقيقة وأنه أداة للتعبير عن ما يكترفك من آلام ومن بكل شيء عمليا فيعني اتطورت الأمور عندي صرت أشعر أنه في عندي شيء من هذا القبيل في عندي رغبة أني أكتب
كبرت، تعلمت من خلال المكتبات ومن خلال الكتب، مراجعة كتب العروض، عروض الخليل. نعم. وعلى هذا السياق مشيت، فكانت أول قصائد أولها زمان، يعني موضوع العام أحلام الشباب، الآمال وكذا، شغل عملة أحيانا، الشجن، الألم من موضوع معين، أحيانا الحبيبي، أحيانا يعني نعم. على شتى إلى أن حدث الذي حدث. نعم. أخذت القصيدة وجه آخر، وجه المعاناة، وجه الألم، نعم، وجه الشوق، وجه الحرمان، وجه الأسف. يعني الخال رحمة الله عليه قدم لك المشورة. نعم. ووضعك. نعم. على الجادة الصحيحة. خالي رحمه الله تعالى لم يقدم المشورة بشكل مباشر، نعم، لكن أداة ووضعها بين أيدينا، وكان يأتيني رحمه الله وأنسخ له دواوينه بخط يدي. نعم. خطي جميل بكتابة. فكان نسخت له أكثر من 4-5 مرات دواوين، وحصل على موافقات إلى بوزارة الثقافة السورية ومجمع الكتاب. نعم. عشان نشر، لكن لا أدري له أسبابه، وتوفى رحمه الله تعالى. وما زالت هذه الدواوين موجودة عند ابنه نجله اسمه إياد القاعد كماني، شاعر ومتميز حقيقة يعني. طيب لماذا لا يقوم ابنه بهذه المهمة ويطبع الدواء؟ هناك للأسف غير مناسب يعني. نعم. غير مناسب أبدا. يعني هو حصل على موافقات في النشر والإصدار. نعم. نعم حصل، ورأيتها بأم عيني الموافقات على دواوينه. تحفظ شيئا له؟ والله للأسف لا يحضرني شيء للأسف، كنت أتمنى والله. نعم. لكن 4-5 سنوات والبعد على ما عانينا. نعم. يعني معروف أن الشاعر بداية أول ما يكتب، يقال أنه أول بيت يكتبه الشاعر هو بيت الحبيبة. نعم. دائما هذا الهاجس الوجداني الشخصي. نعم. يسبق الهم العام في الكتابة. أي ما في شك. نعم. 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 يعني يلتقط الشاعر التقاطات معينة يكتب. جميل. بداية أنني بسوريا يعني وكتابات الشعر أيام الشباب لم تكن على الشعر العمودي الفصيح. نعم. وإنما كانت على ما سمي فيما بعد بالشعر الحر. نعم. فكتبت قصيدي قصيدتين ونشروها بجريدة تشرين. أيامها يعني ماذا أقول إن جئتني حلما فقلبي مشتاق. بهذه الصور. نعم. كنت أنا أكتب عمليا. نعم. في زاوية يعني من الأماني الأدبي والعلمي علي أن أذكرها حقيقة. الشعر الفصيح العمودي. نعم. لم يظهر لدي بعد ما خاض عسير إلا في هذا البلد. كنت أكتب شعر حر كما قلت لك، لكن عندما جئت إلى هذا البلد أرسلت قصيدة إلى الشاعر. يعني عندما بعد أن انتقلت من سوريا إلى الأردن. تمام. نعم. وتقيم الآن في الأردن. نعم. أرسلت يعني تقول قصيدة. إن هذا البلد. نعم. الأردن أضاف لك إضافات. نعم. نعم. في 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 مجال التجربة، تجربة الشعرية. نعم. ما في شك. وكان من خلال الأستاذ عبد الرحيم جداي الشاعر. نعم. والأديب الناقد. معروف. هذا الرجل يعني له الفضل الكبير الأكبر حقيقة. نعم. أرسلت له قصيدة فسألني أنا ذاك على أي وزن هاي؟ قلت له لم أكتبها على وزن. نعم. قال هذه على وزن، فأعطاني دفع وقال لي اكتب على الأوزان. نعم. فبدأت من هنا، وبالأصل أنا يعني عندي خبرة بالأوزان ومن خلال المطالعة والثقافة موجودة يعني الحمد لله. نعم. وبدأت كانت قصيدة هذه دمشق. نعم. ليتني جئت بها معي، لكن للأسف. نعم. ما مشكلتي أني لا أحفظ شعري. نعم. هاي المشكلة العظمى. نعم. أما في شيء من هذا القبيل يعني. نعم. دمشق ومن قصائد القديمة ممكن أني أسمعكم شيء منها. نسمع منها. في مثلا تبقى دمشق على هامش ما حدث. نعم. دمشق تبقى ويبقى المجد والعلم، والياسمين على جدرانها حلم، حاراتها لم تزل بالدفء واريفة،
والجار للجار حبر مثلما القلم، والنهر رافدها قد زادها ألقا، شد الحمام على أطرافه نغم، ورد وزقزقة بالفجر جوقتها، والثلج يأتي رقيق الحسن ينتظم، في قاسيون رواب حفها وتر، لبلابها خضر ما مسه سقم، والزيزفون بظل الحور يسكنه، عش من الوجد في أشجانه الألم، والهال تسمو عن النعناع نفحته، أنداؤها بشذا تحلو وتبتسم، والسوق عرابها طيف يجول بها، صداحها طلق بالصدق يلتزم، والجامع الأموي النور يحفظه، سامي المآذن لا يؤذيه ما نقم، دمشق سيف بوجه الظلم نشهره، صليله شرر في الساح يحتدم، نجم على شرفات الكون مطلعه، بدر ينير بقلب الليل معتصم، لا لن تضير ربوع الشام غائلة، فالمزن هطالة بالخير تلتحم، ولست واهية يا أمتي وكفى، والعز أنت وأنت الأصل والقدم، دمشق تبقى ويبقى النصر رايتها، عهدا علينا وإن خانت بنا الأمم. جميل. دمشق سيف بوجه نعم. الظلم نشهره، نعم. صليله شرر في الساح يحتدم، في الساح يحتدم. جميل جميل, نعم. جميل جميل. ستبقى دمشق بإذن الله تعالى، وتعود هذه المدينة العريقة، يعني مؤكد أنها مثقلة الآن، لا شك، بهموم وجراح وظلم. حسب معلوماتي كتبت أنت تخاطب الشعر، أنا قلت نعم. من أحيانا الشعر يخاطب بعض مفردات الحياة نعم. بخطاب وجداني. خاطبت الشعر، بدي أن نسمع هذه نعم. القصيدة، أو قبل الشعر. أن نسمع هذه القصيدة نعم، بدي أن نتحدث عن الموضوع، لماذا خاطبت الشعر؟ الشعر يعني زاوية دائما أستظل فيها، أبث من خلال همومي وأشجاني نعم. وألامي وأحزاني، بتشارك مع الشعر بدموعي بألامي. الشعر ضالتي ووجدتها بحمد الله. يعني كما قال المتنبي، أعز مكان في الدنيا سرج السابح، وخير جليس في الأنام كتابه. والكتاب بالمعنى المطلق، إن كان شعر أو أدب أو علم أيا كان. نعم. فشكوت إلى الشعر حالي. للأسف أنا هنا في الأردن، ما تبقى من أهل في لبنان، هناك معاناة كبيرة حقا. فقلت يا أيها الشعر، يا أيها الشعر، قد أشعلت نيراني شوقا نديا إلى أهلي وجيراني، إلى الدروب التي لا زلت أذكرها، بين الحواكير تحلو مثل نيساني، إلى بيادر قش في دوارسها، يفنى الهباء ويبقى شامخ الشام، إلى كروم غصون التين معصمها، غصن وريف وخد الورد رماني، إلى الربيع الذي فاضت أزاهره، إلى الربيع الذي فاضت أزاهره، عطنا وديعا بوادي التل أشقاني، إلى ليال بدفء السعد تجعلني، كالطير أسبح من قاص إلى داني، إلى صباحات فجر طيفها شجن، تخطو خفافا وفج العمق أبكاني، وها أراني بهذا اليوم مكتئبا، أشتر بؤسي في صمت وكتماني، أشتر بؤسي في صمت وكتماني، أكابد الغربة الرعناء من وجع، وألتم الدمع من جرحي
بإدماني واستظل بوعد الصبر في زمن لا صدق فيه ولا غوث لحرماني. إني لأشكو إني لأشكو إلى الرحمن مظلمتي عسى يكافي رجاء الضارع العالي. هذا هو الشعر. الله يعين الله يعين. جميل 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 جميل. يعني هناك من يساند نظام بشار هو معروف الآن، يعني لا نحتاج إلى أن نعيا حتى نجد الأسباب والحجج التي ترغمنا أن نكون في الخندق المواجه لهذا النظام. قتل الأطفال والنساء ودمر المدن. هذه دمشق الجميلة، دمشق الياسمين، دمشق المآذن، دمشق التاريخ، المسجد الأموي، هذا التاريخ العابق بالمجد. يعني لا يعني لهذا النظام شيئا أمام كرسي الحكم، فحرق هذه قام بحرق هذه المدينة وكل معالم الجمال في هذه البلاد. هناك من المثقفين يساند هذا النظام ويبررون هذه المساندة أن أمريكا ضد هذا النظام. هل فعلا أمريكا تريد إزالة هذا النظام؟ هل فعلا أمريكا مضادة؟ وهل فعلا هذا النظام مضاد لي أو معادي لأمريكا؟ والله يا عمليا يعني للأمانة أنا لا أتدخل بموضوع السياسي إطلاقا، لكن كقارئ للساحة من خلال محطات التلفزيون ومن خلال المعطيات اللي عم تصير في سوريا ومن خلال معظم الإشارات اللي ينتبه كشيء من الغرابة ومن العجب. نعم يعني لو شاءت أمريكا أن تشيل هذا النظام، ما الذي يدفع كاتب أو شاعر أديب مثقف أن يقف في خندق نظام مجرم بغض النظر أن دون تسمية نظام معين؟ والله يعني أنا لا أستطيع أن أحكم على الناس وعلى ظروفها، لكن أتمنى عليهم أن يتبينوا الحق. نعم. ويسلكوا مسلكوا للأماني، فالدنيا نعم لا بقاء لها. إن الله كان عليكم رقيبا، فلينظروا بعين الحق وبعين الصدق. نعم. ويبحثوا ويستقرؤوا وعلى هذا يتصرف. نعم. ربما هم تحت ضلاله، ربما مستفيدين، يعني الله أعلم. نعم. يعني كل شخصية لها خاصيتها ولها. نعم. أسبابها. أما نظرة الشاملة كما قالوا الحلال بين والحرام بين، الحرام بين والليل ظاهر والنهار ظاهر، يعني نعم. فلا يعني لا يخفى على أحد ما يفعله هذا النظام بسوريا يعني. نعم. وأعوانه. نعم. من روسيا، من أمريكان، من أي كان، يعني وكأن هناك احنا عندنا مسرح صارت. نعم. مفتاح. الله المستعان. إدارة. الله المستعان. بالضبط. الله المستعان. شكرا لك الشاعر العربي من سوريا. الله يبارك لكم يا رب. محسن الرجب على الشعر والوجع. حياكم الله. الله يبارك لكم أستاذ محمد. شكرا لك. حياكم الله والله يبارك فيكم. أشكركم وأشكر قناة رافدين الفضائية على هذه الاستضافة، وأنا سعيد جدا وشكرا لكم. حياكم. شكرا لك. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة وأدعوكم التواصل مع باقي فقرات البرنامج. شكرا لكم.
في ختام هذه الحلقة أشكر لكم حسن المتابعة وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقاتنا القادمة من برنامج فضاءات، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.